بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده أي من بعد ذهابه لميقات مين؟ لما قال لهارون اخلفني في قوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي طبعا احنا عارفين ان هو ما يتزين به، الذهب والجواهر والاشياء دي. لكن في اشياء الذهب سيدها دايما، لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه، ما انت عايز. واذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء. ولذلك يقول لك الذهب ده كالإنسان الطيب، إنسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل. فلما تسمع كلمة زينة صحيح يدخل فيها الماس ويدخل فيها الزمرد والياقوت واللي مش الكلام ده يدخل فيه، إنما الذهب إيه. ولذلك تجد إن العالم مهما ارتقى لم يصنع رصيد أمواله إلا بالإيه، إلا بالذهب. هو الذهب الايه اللي يجيب الياقوت، يجيب الجواهر، يجيب الماس، لا ما يمكنش. يبقى هي الحلي اذا اطلقت يبقى المراد بها بايه؟ الذهب. وهي دي اللي خدها موسى السامري وسيحها وعمل منها تمثال الايه، تمثال العجل، لان الماس والعمليات دي ما يمكنش ايه، ما يمكنش تتسيح ولا تعمل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، حليهم ده كانوا مستضعفين وكانوا مستزلين وكانوا مش عارف ايه وكانوا ايه. أم قال لك ايه، هم كانوا احتالوا على الاقباط اللي في مصر وخدوا منهم الحلي يعني سلفة كده، وبعدين قامت الحكاية بتاعت الغرق والبتاع، فخدوا الايه، خدوا الحلي ايه وياهم. من حليهم عجلا، العجل ده هو ذكر البقر. جسدا، ساعة ما تسمع عجلا جسدا يبقى ايه، محجب يعني له ايه، حاجة. وكلمة جسدا اخذ منها اهل التفسير ان هو بدن لا روح له، زي ما تقول ده فلان ده جثة، فلان ده ايه يعني كأنه جثة، يعني ما فيش فيه ايه، مش فيه روح. جسدا وقوله له خوار، لو ان الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار، انما له خوار يدل على ان جسديته ما كانتش تدي الايه، الخوار. يعني مفهوم الكلام جسدا وبعدين قال له خوار. لو كان جسد يعني فيه روحه وحياته مش عارف ايه كان يبقى طبيعي ايه، ما دام عجل يبقى له خوار، انما كونه قال له خوار دليل على ان الجسديه بتاعته ما كانتش تدي ايه، فجاب الوصف بتاع له خوار. الخور، الخوار ده اللي هو الصوت البقر، صوت الايه، صوت البقر. طب وده زي قالك لانه لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الالهه اللي من الاحجار، وال يعني اله بقى يعمله اله نفيس، فعملوا من الايه، قالوا عملوا من الحلي المسروقه، عملوا من الحلي الايه المسروق، يعني عشان يبقى حرام كم مرة. ما هم بيقولوا الواحد قال له انت واحد فاسق بتشتهي ايه، ام قال له انا اشتهي كأس خمر في رمضان، اعوذ بالله، كأس خمر لوحده ايه وفي رمضان حرام. وقال ويكون مشترا بثمن خنزير، والخنزير مسروق. قالوا له ليه العملية، وقال حتى يكون حراما أربع مرات. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قالوا كيف صنع له الخوار لهذا الجسد؟ قال لك
ان اللي عمله عمله بطريقة بحيث اذا استقبل من دبره هبة الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه البقر حين يخرج من ايه. ودي عملية بنشوفها في الناي، الناي الغابة المخروقة دي، مش الراجل المصوت بيقدر يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه. فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه؟ عمل فيه الحيلة دي، الحيلة انه عمل جهة من دبره تستقبل الهواء والجهة التانية تنفذ منها الهواء، وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي هو عجلا جسدا له ايه خوار. وقصة بقى العجل جاية بقى في صورة مين؟ في صورة طه، جاء بقى بوضوح، والسامري والموضوع ده. فإحنا مش عايزين نتعرض لها الآن دلوقتي لحد ما نتعرض لها إيه؟ في وقتها. عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه، وش معنى اختار العجل يعني؟ أما لك لأنهم هنا كان طالعين من مصر وشايفون أنهم بيعبدوا الإيه؟ بيعبدوا العجل، وكانوا بيعبدوا العجل لمزية فيه، لأن هي العبادة الأشياء الأخرى، لأنهم كانوا يرون فيها مظهر قوة. الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة، اللي بيعبدوا القمر، اللي بيعبدوا النجوم، دول كانوا بقى لأن النيل كان موجود، والنيل حين يغمر الأرض، وبعدين لما يغمر الأرض عايزين اللي يحرط الإيه للأرض، فكان العجل هو سيد الاقتصاد عندهم. فدي مظهر من مظاهر الإيه، من مظاهر القوة. عجلا جسدا له خوار. طيب ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا يعبدوه بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل؟ يكون قال لك يا اخي ده اين وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، مش كده؟ وبعدين ايه مروا على قوم بيعبدوا، قالوا اعمل لنا ايه اله كما لهم آلهة. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ دي قضية بتهدم كل عبادة لمن دون الله. ليه؟ أم قال لك لأن المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود أوامر، يبقى العابد عنده منهج يريد أن إيه؟ المعبود له منهج يريد أن العابد إيه؟ ينفذه. المنهج ده لازم يكون بواسطة ايه؟ بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين؟ الذين يعبدون الشمس. نقول لهم طب استنى، بتعبدوها يعني ايه؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة للايه؟ العابد للمعبود في فعل ولا تفعل، مش هي دي العبادة؟ طيب الشمس قالت لكم افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوا ايه؟ ادي اذا ما فيش واسطه كلاميه بتقول لهم اعملوا لنا ايه، اعملوا لنا كذا. طيب معبود بدون منهج للعابد يبقى ايه؟ طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني؟ ماذا اعدت له؟ والذي لا يعبدني ماذا اعدت له؟ لو انها مثلا قالت اللي يعبدني هطلع له واعمل له الضوء واعمل له الحراره، واللي ما يعبدنيش يبقى كلام معقول، انما ده احنا شايفينها بتدي ده وده. طيب يبقى نقول في الاخر هتدي في الاخر، ما قالتش انني ليا اخره علشان ايه؟ اذا ابطال كل عباده لغير الله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان العباده تقتضي امرا ونهيا، وكل ما عدا الله لا رساله له في فعل ولا تفعل. ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا، والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا. ألم ير أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. إذن الأصل في الايه؟ في المعبود انه يهدي العابد السبيل الموصل الى خيره في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لأنهم أعطوا حقا لمن ليس له إيه حق، وحق إيه؟ والحق أعلى قمة في الحق. ولذلك قال إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم.
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. أكن بقى الحكاية لما بقت جماهيريا وقالوا كده أعبدوا وعملوا العجل ومش عارف إيه وانبسطوا من حكاية خوار ومش عارف، الناس اللي لهم شوية بصيرة أو بقية إيمان قالوا إيه الحكاية دي، الحكاية دي سخيفة قوي يا شيخ، والله ما كان حقيقتنا نعملها. أمم ندموا على إيه؟ على ما كان. يقال ندم ويقال إيه؟ سقط في يده. سقط في يده يعني إيه؟ إحنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطرية الطبيعية في الناس، الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن أمة، لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه؟ إلى لا، وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم، وهذه في كل الأجناس، وهذه في كل الأجناس. الله، إذن ففيه دلالات فطرية هي اللي بقي لنا من الإيه؟ من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات. تعال بقى، الإنسان إذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده ماذا يصنع فطريا كده في كل الأمم؟ يوم يعملها يقولوا عض أنامل الإيه؟ الندم. ليه؟ لأنه عمل شيء ما كان يصح عن إيه؟ فإذا كان الشيء عظيم قوي ما يكتفيش بالأنملة، يمسك إيده كده يوم يعض الظالم أهي سقط في أيديهم جت أنيابهم على مين؟ على أيديهم. يعني كأن الندم بلغ إيه؟ بلغ إيه؟ أشد. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بقى رجع حالة كونه غضبان وأسف، ده يدل على أنه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية؟ طب إيه الغضب وإيه الأسف؟ الأسف عملية نفسية، حزن. العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الإنسان في إيه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب شيء أحزنه، ده معنى نفسي، وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. تقوم تلاقي اللي يغضب بقى أوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، هياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ غضبان. يبقى موسى بقت فيه ايه؟ حالتين اثنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه ايه؟ يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الايه؟ الغضب اللي هو هياج الجوال. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالوردة، واحد يشوف وردة كونه شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان، اللي جه في نفسه واستقر في نفسه، يروح يمد ايده عشان يقطفها، دي عملية نزوح حركة. بقى التشريع ملوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وأن تجد في نفسك، لكن ساعة ما تيجي تمد إيدك التشاؤم لك لا ده مش بتاعتك اوعى. العملية الأسف، الحزن، الأسف اللي هيكون عند موسى
ما يبانش عند مين؟ عند اللي مخالفين المنهج. انما الغضب هو اللي ايه؟ يبقى لازم العمليه النزوعيه. العمليه النزوعيه. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا. اسف يعني مبالغه، مش اسفا، في فرق بين اسف واسف. اسف دي خفيفه شويه، انما اسف صيغه مبالغه. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بطيت عليكم، وإبطائي ده تفسروه بإنني مت ومش جاي لكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ وانتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فان الله. نعم. فافرض انتوا عجلتم امر ربكم، قلتوا استبططوني وقلتوا ايه اللي ما خلاش يجي، يعني خفتوا ان انا ايه مت، وما دام مت يبقى المنهج ينطمس. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح اللي فيها الإيه، وكتبنا له في الألواح الإيه من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على أخوه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أهو ده بقى النزوع الغضبي، النزوع الإيه الغضبي، النزوع الغضب خلاه يعمل ايه؟ اخذ براس اخيه. شوف بقى كلمه اخذ براس اخيه، وكلمه اخيه برضو لها معنى، يعني الاخوه هنا بقى ما نفعتش. يجره اليه. فماذا كان رد الاخ؟ قال يا ابن امه، قال ابن امه، ما هي قال ابن يعني هي يا ابن ام، ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أم يعني ايه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون طوي اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأرحام، لذلك لما تجد إخوات من الأم وإخوات من الأب بس، وإخوات من الأب والأم، إخوات من الأب والأم دول ماشي، لما تيجي ترتبهم الإخوات من الأم يبقى فيهم إيه حنان، إخوات من الأب يبقى دول فيهم إيه، فجاب له القدر الإيه القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم ايه، اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. اما الاب فانتوا عارفين حاجه عن عمران، ما نعرفش حاجه عن عمران، انما ام موسى نعرفها ولا لا؟ اوحينا الى ام موسى، اذا اوحينا الى ام موسى وقالت لاخته قدسيه فيهم وحرمنا عليهم، كلها متعلقه بمين. فبيقول له بالاسلوب اللي ايه اللي يحننه، يا ابن أم، ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على أنني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى أنا أديت ولا ما أديتش؟ يبقى أديت. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة هي إظهار الفرح بمصيبة تقع لخصم، هذه الشماتة. طب فلا تشمت بها الأعداء، من هم الأعداء؟ اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل. وصفهم بالأعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا، دليل على أنه وقف منهم موقف العداوة وإن الموقف ده هيفرحهم.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قلنا إن ذلك يدل على أنه أخبر من الله بما أحدثه قومه من بعده. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فكأن موسى إنما جاء حين الرجوع غضبان أسفا، فلم يجئ الغضب والأسف بعد أن عرف حالهم، لأن الله أعلمه بما كان منهم، فجاء مصاحبا للغضب وللأسف. وبعد ذلك قلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى تصويرا لغضبه ألقى الألواح، والألواح هي ما فيها منهج الله لحركة حياة خلقه، فحين يلقيها معنى ذلك أن ظاهرة الغضب أخذت منه مأخذها، فألقى الألواح التي كان يجب أن يكون حريصا عليها ليصنع ماذا؟ يبقى إلقاء ألواح ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه، عمليتين لا يمكن أن يحدث إلا في مظهرية الغضب. الغضب الذي هو عمل نزوعي نشأ عن حزن في مواجيد نفسه. سيدنا موسى لا نقول ألقى الألواح استهانة بها، ولكن ألقاها ليفرغ إلى أخيه الذي استخلفه على قومه من بعده، وبعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس أخيه هنا إجمال بالرأس في عمومها، في آية أخرى يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن ففي صورة فصل وفي صورة أجمل. صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون، وإلا هو فهو يعلم أن هارون رسول زي، فكيف يمكن أن يوافق على هذا؟ ولكنه أراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه بأنه قال أنا لم أقصر، ولكن القوم استضعفوني لأني وحدي وكادوا يقتلونني، يدل على أنه قاومهم مقاومة إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة، حتى أنهم كادوا. وبعد ذلك يقول له لا تشمت بي الأعداء، فأثبت عداوة بينه وبينهم. إذن فهو لم يوافقهم على شيء، ولكنه قاوم على قدر طاقة البشرية. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لأنك إن أخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظن أنني كنت معهم في هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا موقف موسى وموقف أخيه. موقف موسى أنه غضب حتى على أخيه وابن أمه، وموقف هارون بين العلة في أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وقد حصل بينه وبينهم العداء، ولا يمكن أن يطلب منه فوق هذا. حينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين. الأمر الأول أنه كيف يلقي الألواح وفيها المنهج، وكيف يأخذ أخاه هذه الأخذة قبل أن يتبين منه وجه الحق منه. فقال رب اغفر لي إن كان قد بدر مني شيء يخالف منطق الصواب والحق، واغفر لأخي. طب واغفر لأخي إيه؟ يغفر له إيه ما دام أخوه صنع ما صنع؟ أم قال لك لأن أخوه كان يجب أن يأخذ في القتال حتى ينالوا منه ولو ما دون القتال جرحا أو خدشا أو إلى آخره. اغفر لي
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إحنا قلنا حين تسمع أرحم الراحمين وتسمع خير الرازقين وتسمع خير الماكرين وتسمع خير الوارثين وتسمع أحسن الإيه؟ الخالقين، كلما جمع فيه جمع هو وصف لله ويوجد فيه وصف مع خلقه. أنت أرحم الراحمين، فكأن الله لم يمنع الرحمة من خلقه على خلقه، فمن رحم أخاه سمي رحيما وراحما، ولكن الله أرحم الراحمين. بمعنى لماذا؟ قال لك لأن الرحمة من كل أحد ضمان لمظهرية الغضب في الأحد. قال رحمت فلان أي من غضبي عليه وعقوبتي، والعقوبة على قدر قوته. لكن الله حين يريد أن يأخذ واحدا بذنب تكون قوته إيه؟ ده قوته لا نهاية لها. يبقى إذن هو رحمته أيضا لا نهاية لها. إن الذين اتخذوا العجل، اتخذوا العجل حين يقال اتخذوا العجل، طب اتخذوه إيه؟ مذبوحا يأكلونه، آلة يديرونها بها السواقي. قال لك لا، الاتخاذ العجل هو معمول لكده، يبقى لازم تفهم انهم اتخذوا العجل ايه؟ الها ومعبودا، اما اتخاذه فيما خلق له فلا غبار عليه. يبقى هنا محذوف متروك لفطنة السامع، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. طيب اذا اتخذنا العجل فيما خلق له العجل ينالني غضب؟ ما ينالنيش غضب. اذا سينالهم غضب دل على انهم اتخذوا العجل في غير ما خلق له. يبقى اتخذوه إلها. إن الذين اتخذوا العجل أي إله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. سينالهم غضب، كلمة سينالهم يدل على أن الغضب والذلة أولها لسه ما جاش. سينالهم، ساعة ما نسمع سينالهم نقول في المستقبل، والمستقبل بتاع الدنيا إيه؟ الآخرة. لكن هو قال في مين؟ في الدنيا. طيب كيف يقول سينالهم غضب مع أنهم تابوا؟ فيما بعد حيقول لنا إيه؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه؟ وتابوا إلى بارئهم وقتلوا أنفسهم، يبقى الغضب ليه؟ قال لا، إنما الذي نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم اقتلوا أنفسكم. يبقى سينالهم غضب أي قبل أن إيه؟ أن يتوبوا. الغضب مظهريته إيه؟ اقتلوا أنفسكم. واحد يقول لك اقتل نفسك، ده منتهى الإيه؟ منتهى الذلة ومنتهى الإيه؟ الإهانة. فلما حصل لهم ذلك غفر لهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني دي أمر ليس بخاصية لهم، ولكن كل مفترٍ يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا بد أن ينال هذا الجزاء. ليه؟ لأن ربنا لما يكون يقول لنا عنهم يبقى كأنه بيحكي لنا تاريخهم، ولكن الله يريد من سرد القصة أن يعتبر السامع للقصة في نفسه، واعتبار السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن يقول له وكذلك نجزي الإيه؟ يعني احذر أم تكون مثل هؤلاء فينالك ما ناله هؤلاء، وإلا لو ما نبهنيش أنا لأنتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة يبقى معناه أنه بيقول لتاريخه مع الناس دول، والتاريخ مسرود لأخذ الإيه؟ لأخذ العبرة والعظة ليتعظ بها مين؟ ليتعظ بها السامع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وده اللي حدث بعد ما اتخذوا العجل وقال لهم توبوا إلى بارئكم وأعملوا كده، يبقى غفر لهم ولا لا؟ فإذا كان الحق قد قص علينا مظهرية جباريته، فإنه أيضا لم يشأ أن يدعنا في مظهرية الجبارية إلا أن يدخلنا في حنان الرحمانية.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا، أم قال لك تابوا يعني إيه؟ ندموا على ما فعلوا وأصروا على أن لا يعود. وإحنا قلنا زمان إن التوبة لها مظهريات ثلاثة. التوبة لها مظهرية التشريع أولا، ولها مظهرية الفعل من التائب ثانية، ولها قبولية التوبة من التائب ثالثة. يبقى لها كم حالة؟ فمشروعية التوبة نفسها فيها رحمة، وإلا لو ما كانش ربنا شرع التوبة في ذاتها كان يتعب خلقه ولا ما يتعبهمش؟ يتعب خلقه ليه؟ أم قال لك لأن اللي عمل سيئة ولا ربنا ما يشرعش له التوبة يستشري في عمل السيئات، ويبقى زي ما قلنا زمان انه يبقى فائد بقى ما عادش ايه. لكن لما ربنا يشرع له التوبة يقول له انت عملت دي كف عليها لان هتوب عليك، يعني ما تعملش ايه حاجة تانية. يبقى رحمة بمين؟ بالمذنب وبالمجتمع الذي فيه المذنب. وبعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون هناك مظهرية اخرى للحق وهو ان يقبل توبته. يبقى التوبة لها تشريع من الله وذلك رحمة، خلاص، وفعل من العبد بأن يتوب ذلك هو الاستجابة، وقبول من الله وتلك هي قمة الرجوع إليه. قول الحق إن الذين عملوا السيئات ثم تابوا من والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا يدل على أن عمل السيئة خدش الإيمان، فيقول له جدد إيمانا جديدا واستحضر ربك استحضارا استقباليا. ليه؟ أم قال لك لأن عملك السيئة غفلت عن الحق في ذاته، فلما تيجي تتوب بقى وتوب يبقى إيه؟ جدد إيه؟ إيمانك. ثم تابوا من بعدها وأمن إن ربك من بعدها لغفور إيه؟ لغفور رحيم. وإذا كان الحق قد قال الذنب ذنب العبد، وذنب العبد فيما خالف منهج ربه فافعل ولا تفعل، فقال الذنب أذنب في أنه جانب منهجي واستغفرني وتاب فأنا قبلت توبته. إذا كنت أنا غفور رحيم، إياكم يا خلقي أن تذكروا مذنبا بذنبه بعد أن يتوب، لأن صاحب الشأن غفر، وما دام صاحب الشأن غفر إياك أن تقول له يا سارق، إياك أن تقول له يا زاني، إياك أن تقول له يا مرتشي، ما دام قد جدد توبته وآمن والله صاحبها في أنه غفر، ما تبقاش طفيلي أنت وتعمل إيه وتنكش له مين عملية الذنب من جديد. ولما سكت عن موسى الغضب، ما شاء الله، سكت عن موسى الغضب. هو الغضب يعني له سكوت؟ هو الغضب ده إنسان كده سكت؟ أم قال لك إيه؟ لأن الغضب هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيا أمام من أذنب، فكأن الغضب بيلح على يقول له اضرب اشتم اقتل. الله، كأن الغضب صور صورة إيه؟ صورة شخص له أوامر، الأوامر دي تعمل إيه؟ تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فشبه الله الغضب بصورة إنسان يلح على موسى في أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فلما قال الله ذلك كأن الغضب سكت عنه، كأن الغضب إيه؟ سكت عنه. بعد ما يقول غفور رحيم يوم الغضب يتدخل بقى، ده غفور ورحيم، خلاص انتهت المسألة. ولما سكت عن موسى الغضب، أو هو كما قال إخواننا العلماء من القلب في اللغة. القلب يعني إيه؟ إنه يقلب الحاجة اتكالا على فطنة السامع أنه سيرد كل شيء إلى أصله، كما نسمع في اللغة خرق الثوب المسمارة. طب بالله مين اللي خرق التاني؟ التوب هو اللي خلق المسمار ولا المسمار خلق الايه؟ ام قال لك ده اسمه الايه؟ اسمه القلب.
القلب انه يجيب الحاجة مقلوبة، مقلوبة علشان فطنة السامع هي ايه، او ان المسمار المستقر في مكانه التوب هو اللي طرق عليه، التوب المسمار قاعد في حاله في البتاعة دي، التوب بتاعك هو اللي طرق عليه فانخرق. يبقى العملية من مين؟ فكأن التوب هو الفاعلية الحقيقية من ايه؟ منه. ولما سكت عن موسى الغضب، او تاخد سكت كناية عن انه زال وانتهى زي بعضه. ولما سكت عن موسى الغضب، اول حاجة عملها ساعة ما كان غضبان اسف ايه؟ القى الالواح. اول ما راح الغضب اخذ الالواح. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ دوك الغضب خلاه ايه؟ القى. يبقى لما سكت الغضب يعمل ايه؟ ياخذ الالواح. امر منطقي. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. طب هو اخذ القى الالواح واخذ براس اخيه، ام قال لك ما هي مساله راس اخيه كونه طلب من الله ان يغفر له وان يغفر لاخيه تبقى المساله ايه؟ انتهى. انما لسه بقيت الالواح اللي محطوطه دي يعمل فيها ايه؟ قال لك اخذ الايه؟ اخذ الالواح. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها احنا بنسمي ايه؟ لكات النسخه من الكتاب. نسخه يعني ايه؟ النسخه هي الشيء المنسوخ. منسوخ يعني ايه؟ يعني منقول من مكان الى، تقول انا نسخت الكتاب الفلاني من الكتاب الفلاني، كتاب مخطوط وبعدين نقلناه بقى طبع. يقول ايه؟ عملت ايه؟ نسخت الكتاب يعني خدته من، يبقى نقلته من الاصل الى مين؟ يبقى اسمه منسوخ ولا لا؟ ام قال لك كلمه فعل دي تاتي بمعنى ايه؟ بمعنى المفعوليه. تبقى نسخه يعني ايه؟ منسوخه. وقال لك ما هي في القران حاجات زي دي كتير. هناك الحق سبحانه وتعالى قال ان الله مبتليكم بايه؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. غرفه يعني ايه؟ يعني مغروفه. غرفه يعني ايه؟ شويه ميه مغروفين كده من الايه؟ من مش عيب يعني. قال لا، يا دوب خد على قد ما بس تجري ريقك كده. يبقى غرفه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مغروف. والغرفه ايضا في البيوت، ما هي لانها حاجه مقتطعه وعمل لها جدران لوحدها وحته لوحدها، تبقى اسمها غرفه مغروفه من المكان في حيز ايه؟ في حيز مخصوص. وفي نسختها اي في منسوخها هدى ورحمه. هدى، احنا قلنا الهدى هو المنهج الموصل للغايه. طيب المنهج الموصل للغايه، المنهج في فعل ولا تفعل، وموصل للغاية أي غاية يوصل إليه؟ ما عشان يوصله لثواب الإيه؟ لثواب الآخرة. يبقى إذن الهدى والرحمة شيء بس من طرفين. الهدى هو المنهج، منهج عشان يعمل له إيه؟ إن اتبعه عشان إيه؟ يرحمه. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال لك طب ما دام كان هدى ورحمة يبقى كون كل اللي سمعه يعمل إيه؟ يبقى يهتدي وربنا يرحمه. لا، لمن جعل الله في باله وجعل صفات الجبارية في الحق تخوفه، يقوم هو ده يبقى هدى لمين؟ يبقى إذن لابد أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه عشان المنهج يعمل، يبقى هدى وإيه؟ هدى ورحمة له. طب للذين ربهم يرهبون أو يرهبون ربهم، أم قال لك ساعة ما تشوف المفعول تقدم افهم ان دي اختصاص. اختصاص يعني ايه؟ لما الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب قال ايه؟ اياك نعبد. ما الفرق بين اياك نعبد ونعبدك؟ ام قال لك نعبدك لا تمنع من العطف عليها. يمكن نعبدك ونعبد الشركاء وياك مش كده؟ انما اياك نعبد خصصنا العبادة بك فلا تتعدى الى غيرك. يبقى إذن لما حين يقدم المفعول يبقى عمل إيه؟ اختصاص. أكرمتك
لا مانع تقول وأكرمت زيدا وأكرمت عمرا، إنما إياك أكرمت. يبقى أنا ما أكرمتش إلا مين؟ إلا أنت. طيب علقة، وكان يقول إيه؟ والذين هم ربهم يرهبون. كنت عايز التخصيص دي، إنما كلمة لربهم يرهبون. أم قال لك لأن الرهبة قد تأخذ ظاهرا في أنه ممتثل لأمر الله، ولكن من الجائز أنه عملها رياء ولا سمعة، ولا أنه عشان الناس يقولوا يا سلام ده عافي، وأنه هو مش عارف قدر فعفى، والناس يقعدوا يثنوا عليه. أو يكون واحد ضرب واحد ألم، كان من الممكن اللي انضرب الألم يعمل إيه؟ يضرب الثاني ألم. واحد يقول لكن من صبر وغفر، ربنا قال ولا من صبر وغفر إن ذلك، يبقى ده رهب مين؟ رهب ربه. إنما واحد قال الله أنا انضربت ألم، ما يجي أخوه الكبير اللقوة مني يضربني در ولا يفطصني، يبقى مش لربهم بقى. يبقى أراد التخصيص، التخصيص من نواحي متعددة، بأنه لا يرهب غيره، وأن الرهبة خالصة لمين؟ فليست رياء ولا سمعة ولا لقصد الثناء ولا لقصد احترام أهل الذين لم أوذي لهم إيه؟ هم ولدا، هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا. كلمة اختار تدل على أن ذلك في الفعل الاختياري الذي يرجح العقل فيه فعلا على عدم فعل، وإلا فالأمر اللي ماليش فيه اختيار، ما هو اختار يعني طلب الخير والخيار، أحسن حاجة اخترته يعني طلبت الإيه؟ الخير والخيار. طب معنى طلبت الخير والخيار، كان في مكنتك أن تأخذ غيره، يبقى إذن لا تتأتى إلا في الأمور إيه؟ الاختيار اللي هي مناط التكليف. كما قلنا اللسان خاضع لإرادة صاحبه، فخضع للمؤمن حين قال لا إله إلا الله، وخضع للملحد حين قال لعنه الله لا وجود لله، لا في دي عصي ولا في دي إيه. يبقى ما الذي رجح أمرا على أمر؟ رجح عند المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، ورجح عند الملحد أن يقول ما يناقض ذلك ولا لا؟ يبقى إذن ده إيه؟ لهم من الإيه؟ اختيار. اختار موسى قومه، إحنا نقول اختار من قومه 70 رجلا، هذا هو التعبير الشائع، اختار من قومه 70 إيه؟ إحنا اللي درسوا بقى اللغة يقول لك إن فيه حدث وفيه فاعل للحدث، اللي بنسميه احنا ايه في اللغة؟ فاعل. خلاص؟ قال كتب زيد، يبقى زيد هو اللي عمل الايه؟ الكتابة. طب الكتابة وقعت على ايه؟ الكتابة وقعت من زيد على ايه؟ كتب زيد الدرس، يبقى الدرس وقعت عليه الايه؟ يبقى بنسميه مفعول به، يعني ان الحدث وقع من فاعله على مفعول به، بنسميه ايه؟ ومرة بنسمي مفعول له، قمت لوالدي إجلالا، من الذي قام؟ أنت. الإجلال دي هل وقع عليها الفعل ولا هي التي كانت سببا في إيقاع الفعل؟ فبنسميه مفعول لإيه؟ لأجله. صمت يوم كذا مفعول فيه، لأن برضو الفاعل فعل الفعل، مرة يقع على كذا يبقى مفعول، مرة يقع لأجل كذا يبقى مفعول لإيه؟ لأجله. ومرة يقع في يوم كذا العصر ولا الظهر يبقى مفعول في إيه؟ ومرة يبقى مفعول بيسموه مفعول معه، برضو بيسموه إيه؟ مفعول. يقول سرت والنيل، يعني إيه سرت على النيل؟ والنيل أنا مشيت كده زي النيل ما هو ماشي، سرت مع الإيه؟ مع النيل، كل ما امشي الاقي نيل، كل ما اكن النيل ايه؟ اكن النيل ماشي وياه وانا ماشي ويا مين؟ اسمه مفعول ايه معه. فما دام انت بتقول مفعول به ومفعول له ومفعول فيه وهو الظرف، وايه قلنا تاني مفعول ايه؟ ومفعول معه، طب ولماذا تقول فيه مفعول منه؟ ويبقى واختار موسى قومه، قومه مفعول ايه؟ منه، لأن الاختيار وقع من مين؟
من القوم، اخترت من القوم، يبقى الفعل المفعول جه من مين؟ من القوم دي. او تقول ان اختار موسى قومه، وبعد ذلك كما تقول اكلت الرغيف، ثم تستدرك فتقول نصفه ثلثه ربعه، يبقى بدل بعض. اختار موسى قومه، قل له لا، ما هو ما اختارهمش كلهم، انما اختار ايه؟ اختار منهم. يبقى او عطف او بيان، واختار موسى ايه؟ قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قالوا في علة 70 ان هو عنده اسباط، فخد من كل ايه؟ سبط شوية، علشان ايه؟ يبقى كل الاسباط ايه؟ ممثلين. لميقاتنا. واختار موسى قومه، اي اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا. كلمة ميقات مرت قبل كده، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى كلمة ميقات مرت ومرت هنا تاني مرة. هل الميقات هذا هو الميقات الأول؟ طب الميقات الأول كان لإيه؟ لكلام الله، خلاص. والميقات الثاني قال لك ده للاعتذار عن عبدة الإيه؟ عن عبدة الإيه؟ العجل. ولما جاء موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم. طب الرجفة أخذتهم ليه؟ ليه أخذتهم؟ لأنهم حينما لم يقاوموا اللي عبدوا العجل، ربنا حب إيه؟ يدلهم إيه؟ زي ما احنا نسمي إيه؟ بس زغزغة كده. أخذتهم الرجفة، والرجفة هي الإيه؟ هي الزلزلة الشديدة التي تهز المرجوف من الراجف. قال موسى حينما أخذتهم، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل. أنا جبتهم من قومهم، ودلوقتي فاهمين قومهم فاهمين إيه؟ إن 70 وياي، وأنا جاي. إن أهلكتهم كده يبقى أنا يبقى يمكن يفهموا إن أنا جبتهم ليه؟ ليموتوا. فلو كنت مميتهم كنت أمتهم إيه؟ من قبل هذه المسألة. لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا وأنا معهم كمان، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل إيه؟ السفهاء منا. وما دام أنت أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يدل على أن العملية عملية إيه؟ عملية فعل. والفعل هو عبادة مين؟ العجل. فلو أن ده الميقات الأول ما كانش فيه فعل، ما عملوش حاجة في الميقات الأول، ده كل ما فيها أن الله حينما كلم موسى قالوا ما دام هو كلمه يبقى نقدر نقول له وريه لنا ربنا ولا لا؟ فيبقى إيه؟ قالوا أرنا الله. يبقى القول هنا بقى هنا مين؟ في الميقات ده فعل، إنما هناك قول. يبقى مدام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يبقى ما فعل في الميقات إيه؟ فعل. وإحنا قلنا زمان أن كل حدث يحدث من جوارح الإنسان يسميه إيه؟ عمل. بس العمل أقسام، قسم هو القول ومقابله الفعل. يبقى مقابل القول ايه؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى فيه قول يجمعهم ايه؟ عمل. يبقى القول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح غير اللسان. الله، كأن كل الجوارح نسميه ايه؟ فعل. واللسان لوحده ايه؟ واخد الايه؟ واخد القول. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. يعني إيه فتنتك؟ إحنا قلنا الفتنة هي الاختبار، والاختبار ده مذموم في ذاته ولا مذموم بالنسبة لسوء نتيجته؟ أيقال في أي امتحان إنه مذموم؟ لا، هو هيبقى مذموم عند مين؟ عند اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى مذموم عنده.
يبقى إذن ما معنى الفتنة؟ الفتنة الابتلاء والاختبار. الاختبار ده إنما يصنعه الإنسان الجاهل بما تصير إليه الأمور، ولكن أيكون ذلك بالنسبة لله؟ بقى ربنا عملها فتنة عشان يختبرهم يشوف هيعملوا إيه؟ طب هو عارف اللي هيعملوه. قال لك معرفة الله تبقى مش حجة عليهم، إنما الفعل منهم في الواقع هو اللي حجة. الفعل منهم هو اللي إيه؟ إحنا ضربنا المثل وقلنا لما يجي عميد الكلية يقول لي مثلا لأستاذ المادة أنا عايز أشوف مين اللي يطلع ياخد الجايزة اللي جاية لمادة كذا دي، يقول له والله ما فيش إلا فلان الطالب الفلاني، يقول له لا يا أخي اعمل اختبار، يبقى ما صدقش كلامه على الأول. ليه؟ قال لك لأنه لو أخذ بكلام الأستاذ يمكن اللي ما ياخدش الجايزة يقول لا ده لو امتحنا كنا هنعمل ايه؟ كنا احنا اللي هناخدها. يبقى قال له بلاش ناخدهم بعلمك وانما ناخذهم بواقعهم هم، فاعمل امتحان عشان ناخذهم بمين؟ بواقعهم. الاخذ بالواقع ولا الاخذ بايهما اعدل؟ الاخذ بالواقع، مش الاخذ بمين؟ الاخذ بالعلم. قال له ان هي الا فتنة كون جعلت لهم انهم مدام خلقتهم مختارين وبعدين ابتلتهم بتكليف يصح يطيعهم ويصح ايه؟ وما دام انت اديتهم تكليف يصح ويطيعوا يبقى انت اللي اديتهم الاختيار ولا لا؟ وما دام اديتهم الاختيار تبقى خلاص. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هو يضل وهذه، قال لك اه لانه ما دام خلقك مختارا يبقى اباح ان يكون منك الضلال واباح ان يكون منك ايه؟ يبقى من اللي تسبب في ان يجعل لك ضلالا وهدايه؟ اللي عملك مختار، اللي عملك ايه؟ مختار. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقد بين من يشاء هدايته ومن يشاء اضلاله، فقال والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما دام لا يهدي القوم الظالمين يبقى من اللي جاب عدم الهدايه؟ ظلمهم. والله لا يهدي القوم الكافر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى جعل الله للعبد اختيار في انه يختار دي او دي، يبقى ما حدش عمل حاجه قهرا عن الله، لان الله لو لم يخلقك مختارا لما استطعت ان تفعل غير مراده، ولكنه خلقك مختارا. لكن ما دام خلقك مختار ساعه ما تختار الهدايه وتختار الضلال يجي كده من جزافا من الله؟ ام قال لك لا، الذي يظلم الذي يفسق يبقى اهل لان يعينه الله على هدايه؟ يقول له لا يا اخوه خليك على كيفك انت، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله، أنت ولينا، والولي هو الذي يليك، ولا يليك إلا من قربته بودك له، ولم تقربه إلا لحيثية فيه تعجبك. إيه الحيثية؟ تقول يا سلام أنا أقربه ده، ده ينفعني لما حد يعتدي علي يساعدني، لما أعوذ منه غني ومش عارف أعوذ منه عالم أخذ منه. الله، إذن الولي يعني معناه الأول إيه؟ القريب. طب قربت منك ليه؟ لأن فيه خصلة من الخصال اللي قد إيه؟ تنفعني، ينصرني على مين؟ يعلمني، إذا اعتذرت يديني. كويس أوي، أنت ولينا أي ناصرنا، وما دام أنت ولينا وناصرنا يبقى أنت أقرب شيء إلى مين؟ إليه. وما دام أقرب أنت شيء إليني يبقى لما نكون احنا عملنا ذنب يبقى انت اولى بان ايه؟ بانك انت تغفر. فاغفر لنا. ونعلم من هذا ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك ربنا قال ايه؟ فمن ايه؟ زحزح عن النار. هذا درء مفسدة النار وادخل. يبقى درء المفسدة الاول مقدم على ايه؟ واحنا شبهنا زمان وقلنا هب انك انت مثلا في تفاح وعايز تمد ايدك تاخدها، وبعدين التفت لقيت واحد حدفك بطوبه
ماذا تصنع؟ خليك في الحالة الانفعالية دي، تعمل ايه الاول؟ لازم تدفع الطوبة الاول وبعدين تبقى تاخد التفاحة. انما تاخد التفاحة وتصوب الطوبة يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على قلب المصلحة. هنا درء المفسدة قال له اغفر لنا يا رب، اول ما ايه؟ اول حاجة اغفر ايه؟ لنا. وبعدين وبعدين ايه؟ ارحمنا. طب الرحمة دي أم قال لك فيه، ولذلك القرآن يقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء يقع داء وبعدين القرآن لما تروح لمنهجه يشفيك من هذا الداء. طب والرحمة أن لا يجيء داء بالمرة. إن اعتبرت بقى القرآن وخدته لك نصيب يبقى ما يجيش إيه؟ ما يجيش داء. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ خير الغافرين ولا الراحمين؟ فلنا وأنت خير الغافرين، الخير زي ما قال برضو خير الرازقين وخير الماكرين وخير الوارثين. الخير مين؟ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان ومقابله الإنسان، لكن ربنا بيقول المغفرة بتاعتي فوق مغفرة الخلق. ليه؟ لأنني خير الغافرين. ليه؟ السبب إيه؟ أم قال لك لأن الغافر زي ما قلنا قد يغفر رياء، قد يغفر سمعة، قد يغفر لأنه خاف البطش الإيه؟ المقابل، لكن أنا ما بخافش من حد، أبقى أنا خير الغافرين من غير تمن يعني. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى كم طلب له؟ الأول إيه؟ اغفر لنا، أدي درء المفسدة، وبعدين إيه؟ ارحمنا. طب أنت خير الغافرين عادت لمين؟ لفاغفر إيه؟ وارحمنا. عايزين إحنا عندنا طلب الإيه؟ اغفر لنا، أدي واحدة، وبعدين الرحمة. قلنا اغفر لنا دي درء مفسدة، وارحمنا قلب إيه؟ قلب منفعة. طب خير الغافرين دي عايدة لمين؟ اغفر لنا، يبقى باقي ايه؟ الرحمة. قال واكتب لنا في هذه الدنيا ايه؟ ولذلك تجد ان اغفر لنا وارحمنا المغفرة الاول، والرحمة جت ايه؟ التاني. خير الغافرين عادت لمين؟ نغفر لنا، واكتب لنا في الحسنة عايدة على ايه؟ يبقى عايدة على الرحمة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وفي الآخرة يعني إيه؟ يعني برضو حسنة. ما هي الحسنة؟ الحسنة لها معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فكل ما يستحسنه الإنسان يسمى إيه؟ يسمى حسنة. ولكن الحسنة الشرعية هي ما حسنه الشرع. يبقى الشرع عامل على تصرفاتنا كنترول. انت بتقول الحسنة هو ما استحسنته انت. قد يستحسن الانسان المعصية، نقوم نقول له لا، ده استحسان ايه؟ بشري بعيد عن المنهج. انما احنا عايزين الاستحسان هو استحسان الشرعي. طيب اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اللي هي المراد ايه منها؟ ايه الحسنة الشرعية ولا الحسنة اللغوية؟ ان كانت الشرعية يبقى قال وفي الآخرة، لأن حسنة الآخرة هي على مين؟ على الشرعية. يبقى تيجي واحدة ولا يقول وفي الآخرة حسنة؟ ده يقول وفي الآخرة حسنة لو كانت ديا غير إيه؟ غير دي. إنما إذن كأن الحسنة المعتبرة في عرف المكلفين من الله هي الحسنة مين؟ الشرعية. الحسنة الشرعية. وإلا فالإنسان قد يستحسن شيء وهو مش إيه؟ لأنه ينظر إلى عاجلية النفع فيه، ما ينظرش إلى آجلية النفع، وما ينظرش إلى كمية النافع. النفع احنا قلنا في الدنيا على قدر ايه؟ على قدر تصورك في النفع، والنفع في الآخرة على قدر تصور مين؟ على قدر تصور الله. يبقى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، المراد بها الحسنة هي. طب امال ايه؟ مدام هو الحسنة الشرعية ما هتبقى بتاعة الدنيا وبتاع الايه؟ بتاعة الدنيا عملا وبتاع الاخرة ايه؟ جزاء. خلاص؟ ام قال لك لا، هو اراد بالحسنة الاولى ما يعم الحسنة الشرعية والحسنة الايه؟ اللغوي. اديني عافية، مش كده؟ اديني نعم طيبة،
ولذلك احنا قلنا هناك قال لك ان الحق سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال للذين امنوا خالصه. خالصه ليه؟ امتى تكون خالصه؟ يوم القيامه، خالصه يوم القيامه. ولكن غيرهم ينتفع بها ولا لا؟ يبقى الغير حين ينتفع برحمه الله، الجماد منتفع برحمه الله، النبات منتفع برحمه الله، الحيوان منتفع برحمه الله، الكافر منتفع برحمه الله. الرحمة هي بقى التي وسعت كل شيء، الرحمة اللي وسعت ايه كل شيء. لكن مسألة الآخرة كجزاء على الإحسان يبقى دي خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. احنا قلنا هذا يعني رجع، هدنا إليك أي رجعنا إليك. وده كلام موسى عنه وعن أخيه وعن القوم الذين إيه عبدوا ثم إيه تاب. وما دام رجعنا إليك يا ربي فأنت أكرم من أن تردنا إيه، من أن تردنا خائبين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. عذابي أصيب به إيه؟ من أشاء. ما فيش حد يوجهني في توجيه العذاب لأحد. ولما يكون واحد أذنب ذنب مش أنا أغفر له يا أخي، ما تقولش إن لما يذنب ذنب يبقى لازم إيه يتعذب. لا، أنا عذابي أصيب به من إيه؟ من أشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. الله، نعم. الرحمة هي، قال لك الرحمة بتاعت الدنيا وسعت كل شيء، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، ولكنها خالصة زي ما قلنا لمين؟ فسأكتبها. كلمة سأكتبها يدل على ان في زمن ايه؟ يبقى اذا في الآخرة. يبقى اذا الرحمة وسعت كل شيء في امتى؟ في الدنيا. وبعدين قوله فسأكتبها يبقى دليل على ايه؟ على ان هذا في الايه. طب وهو سأكتبها ولا كتبها بالفعل وانتهى كل شيء؟ ام قال لك هي انتهت بالنسبة لعنديته، انما عندنا احنا لسه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هنا اليهود لما يناقضوهم يقولوا نحن شيء فالتسعنا رحمة الله لأننا إيه شيء. يقول له وقد وسعتكم في الدنيا الكلام على الإيه على الآخرة فسأكتبها للذين إيه يتقون. يقول له نحن متقون، احنا ايه متقون. يوم يقول لهم متقون حينما لم يوجد نبي بعد نبيكم، ولذلك حيجيب لهم يقول لهم ايه الاخر، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. الذين يتبعون الرسول النبي الامي يبقى كم ايه، كم حاله؟ حاله الاول انهم قالوا ايه نحن شيء فالرحمه تسعنا. أم قال لك الرحمة تسعكم في الدنيا الكل فيها، ولكن الكلام أنها للأل سأكتبها لمن اتقى. قالوا ونحن إيه متقون. متقون مين؟ في منهج موسى. ولو كنتم متقين في منهج موساكم لآمنتم بمحمد، لأن من ضمن تعاليم موسى أن تؤمنوا بمحمد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كلمة يتقون إذا أطلقت إطلاقا عاما تبقى ما معنى التقوى؟ التقوى في الأصل امتثال أمر الله، إن كان فعلا نفعله وإن كان نهيا نتركه، ولكنها غلبت دائما في اتقاء الموبقات. ولذلك قال اتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ وبين النار
فمعنى يتقون أن يجعلون بينهم وبين مهلكاتهم وإيه؟ تبقى دي جاءت بعنصر الترك في الإيه؟ في التكليف. بقي عنصر الفعل، يبقى في عنصر ترك يعني لا تفعل كذا، وعنصر فعل يعني افعل كذا. فقول الحق سبحانه وتعالى فسأكتبها للذين يتقون أي الإيه؟ المنكرات. وبعدين ويؤتون الزكاة، دي أمر فعلي ولا لا؟ ده ترك وده إيه؟ وده فعل. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طب شو معنى جاب الحكاية دي بالنسبة لليهود؟ قال لك لأن اليهود أوردوا نفوسهم موارد الهلكة في أشياء كثيرة، فبيقول لهم تنبهم واتقوا هذه المنكرات التي إيه؟ ترضيكم. وبعد ذلك جاء لهم بأمر يفعلونه وهو يؤتون الزكاة، ودي مسألة كانت شقة على اليهود قوي. إيتاء الزكاة عملية إيه؟ شقة، لدرجة أنهم لما قال من دل... لما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقولوا إيه؟ إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. فإذا يؤتون الزكاة دي عملية صعبة عندهم، يبقى يتقون أذي الترك عملية صعبة لأنهم أوردوا أنفسهم موارد الهلكة. وبعد ذلك في مسألة الفعل أصعب عليهم حاجة إيه؟ الزكاة، لأنه يقول لك إن كانت الصلاة أديني بقى فصلي شوية، إنما ما طلبتش حاجة من إيه؟ مني. لكن الزكاة هتعمل إيه؟ هتاخد حاجة من إيه؟ مني، وهتاخد حاجة من إيه؟ من مجهودي. وهم انتوا عارفين انهم ماديين، فتبقى عملية صعبة بالنسبة لإيه؟ طب بقى يقول يتقون، كان يقول يصلون لأن الصلاة هي عماد الدين، أما قال لك لكن في مظهريتها أنها لا تتطلب منك شيئا يعود على الغير من مالك. ويؤتون الزكاة دي عملية اجتماعية واسعة. ليه؟ لأن معنى يؤتون الزكاة أن يكون عندهم فائض يزكون عنه، ولا يكون عندهم فائض إلا إذا كانت حركتهم في الحياة أكثر من حاجتهم، فأخذوا حاجتهم وبعدين فضل عندهم إيه؟ وما دام في حركة في الحياة وإن لم تقصد نفع المجتمع فسينتفع المجتمع قهرا عنك. يبقى عملية الزكاة دولاب الإيه؟ دولاب المجتمع كله. ليه؟ لأنه يقول لك مثلا الانسان اللي عنده فلوس مثلا جايه منين الفلوس؟ لما نتكلم عليها مشروعيه، قال لك جاء المال له وبقى عنده عشان يؤدي عنه الزكاه، يبقى عنده مال فائض. طب وما دام عنده مال فائض يفيض ازاي؟ قال لك لان حركته فوق حاجته، لان لو حركته على قد حاجته يبقى ما عندوش حاجه، يبقى معناه يؤتي الزكاه يبقى عنده فائض، وما دام عنده فائض يبقى عنده حركه اكتر من مين؟ من حاجته. وما دام عنده حركة أكتر من حاجته يبقى المنتفع المجتمع ينتفع بها وإن لم إيه؟ وإن لم يقصد. إزاي؟ إحنا كنا ضربنا مثل زمان اللي عنده فلوس وبعدين يقول أنا أريد أن أبني عمارة، في باله إيه؟ إيه الشيء اللي في باله؟ أنا هبني عمارة 10 أدوار وكل دور فيه 4 شقق، يبقى عندي 40 شقة، وهأجر الشقة ب100 جنيه. قعد يحسبها بهذا الشكل، نقول له احسبها كما تحب وابن العمارة بس، فسينتفع المجتمع وإن لم يكن المجتمع في بالك. ليه؟ أم قالك لأن اللي حفر الأرض هياخد ولا لأ؟ واللي ضرب الطوب ياخد ولا لأ؟ واللي بنى ياخد ولا لأ؟ واللي غفق ياخد ولا لأ؟ واللي ضرب بويا ياخد ولا لأ؟ واللي عمل الصحي ياخد ولا لأ؟ واللي عمل الكهرباء ياخد؟ حتى اللي عمل الديكور. يبقى دي كلها راحت لمين؟ للمجتمع. يبقى إذن حركته عملية الزكاة عملية اجتماعية، اجتماعية هي عصب الاقتصاد في الأرض، وإن لم يقصد صاحب الحركة أن ينفع الناس فسينتفعون بها إيه؟ قهرا عنه. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، برضو نغزل اليهود. ليه بآياتنا؟ احنا قلنا أن الآيات تطلق ويراد بها 3 أشياء: الآيات الكونية التي تلفت الإنسان إلى جلال الصانع،
الكون اللي من المهندس هندسة بديعة بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه وهوائه وأمطاره وإخراج الأرض، كل دي فيها آيات ولا مش آيات؟ هم بيغفلوا عندي ولا ما يغفلوش؟ بيغفلوا عندي. أو أن المراد بالآيات المعجزات التي يجيء بها مين؟ الرسل. برضه هم إيه الحتة دي، لما الآيات تجي لهم الآيات متكررة مع ذلك برضه إيه ما يؤمنوش. أو أن المراد بالآيات المنهج كآيات القرآن، كمثلا الإصحاحات اللي في التوراة مثلا، الأسفار اللي في الإنجيل مثلا، نقول هم غافلين عن إيه أنا. يبقى الآيات في عمومها مغفول عنها من مين؟ من اليهود. وبعد ذلك دخل عليهم في المقصد الأساسي من عرض هذا القصص كله. ايه المقصد الاساسي؟ ان يؤمنوا بذلك الرسول الجديد. قال ان كنتم عايزين الرحمه انا ساكتبها لمين؟ للذين يتقون، والذين يؤتون ايه الزكاه، والذين هم باياتنا ايه يؤمنون. وبعدين قال ايه بقى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى قالت الى مين؟ الى ان يصدقوا برساله الرسول عليه الصلاه والسلام. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعناه الاصطلاحي او نبي، يبقوا الاتنين ايه؟ رسول. ولذلك وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول أيضا، ولكن فيه فارق، أن الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء أسوة سلوك. أسوة إيه؟ أسوة سلوك. الرسول فيه رسول وإيه ونبي، أو النبي هو الذي أوحي إليه بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزلة إيه؟ منزلة زايدة. أنت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جامع بين إيه؟ الرسالة والإيه؟ والنبوة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. إيه معنى الأمي؟ أمي، أم قال لك دي نسبة، والنسبة إلى أمي. طيب إيه يعني أمي؟ يعني منسوب إلى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي، يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. احنا بنعرفها على انه لا يقرأ ولا ايه ولا يكتب، خلاص كده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والابصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلومات ويعلمها لكم فتسمعونها بايه؟ باذن. وبعدين أعلمكم الأبصار لتروا أنتم بنفسكم، وبعدين اداكم الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون إيه؟ وبعدين جعل لكم وسائل العلم. إيه هي وسائل العلم؟ السمع والأبصار إيه؟ والأفئدة. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولوا لك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والافئده قال لك اللي انت سمعته واللي انت ابصرته خلوهم يعملوا مع بعض تفاعل في نفسك يكون عندك معلومات ايه؟ عقليه كتير. ليه؟ ام قال لك لان الانسان مثلا الاول، الانسان الذي طرأ عليه اخذ ما أخذه الأول من مادة الكون اللي شافها واللي هو سمعه، وضم إليها إيه؟ فعله هو. يقوم اللي يجي بعد كده الثالث ياخد من مين؟ ياخد من الأصل الذاتي ومن الإيه الثاني، وهو يزود
والرابع الله. ولذلك العالم كله يستفيد، يقف عندما انتهى إليه سابقه، وبعدين يعمل حاجة جديدة، يقوم اللي يجي بعده ينتفع بما انتفعت به أنا وبما زدته أنا. يبقى كل يوم يزيد المعلومات ولا ما تزيدش؟ كل يوم تزيد الايه؟ المعلومات. إياك أن تظن إن حد بيجيب حاجة جديدة أبدا. ليه؟ لأن أنت بتاخد من الكون، وبعدين اللي خدته من الكون أضفت إليه من إيه؟ زي ما نقول من إنشاءاتك أنت بقى، من توليداتك، واللي جه بعدك أضاف ثالث. يبقى الطموحات الكونية نشأة من إيه؟ نشأة من تتابع القوم الذين يعطون الإنسانية أو المجتمع شيء جديد فوق ما إيه؟ فوق ما أخذوه منه. ولذلك احنا بنقول فلان مثلا عبقري، فلان مصلح، يعني ايه؟ يعني خد من اللي قبله وزود حاجة. لما زود حاجة جديدة هي تفاعلها جاي من ايه؟ طب ما هو من الاولانية، من الايه؟ من القديم. لكن هو زود ولا لا؟ ولذلك لما سألوا ابن المقفع قالوا له انت تعلمت الادب الجميل ده منين، والاسلوب الراقي ده ازاي، ومش عارف ايه جبت ده ازاي؟ قال ابدا، شربت الخطبرية، الخطب اللي ايه اللي قبلي، فلم اضبط لها روية، يعني عرفت من اللي قبل كتير وحفظت كتير، فغاضت ثم فاضت، فلا هي هي ولا هي غيرها، فلا هي هي ولا هي ايه غيرها. طيب الام بقى خد من الايه؟ بالسمع، وبعدين بالابصار، وبعدين كون من الايه؟ من الافئده. يبقى اول شيء يستفيد الانسان، ما هو قوله لا تعلمون شيئا، يبقى دليل على ان السمع والبصر والفؤاد هيدوني ايه؟ هيدوني علم. يوم يقول اول حاجه بتستفيد منها السمع، وبعدين بقى لما تشوف تبتدي ايه؟ تستنبط انت، ولما تضم السمع ده على ما استنبطته انت تطلع حاجة ايه؟ تطلع حاجة ايه جديدة. فقول الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي يريد ان يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسماء مباشرة، فلم يستفد من مخلوق شيئا، لا سمعا ولا كل اللي عنده من مين؟ لكن اللي مش امي خد من معلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده، وهي معلومات بشرية. فحين يقول الله عن رسوله انه امي يبقى شرف له ولا لا؟ لانه يريد ان يسمو بمصدر علمه، يسمو بمصدر علمه ان هو مصدر مين؟ مصدر الله. ليه؟ ام قال لك لانه لما حيسمع سيسمع حقا وباطلا، مش كده ولا لا؟ فلما يسمع حق وباطل نقول اللي يتغلب بقى عايز ترجيح وعايز عمليه، نقول له لا، هو ما خدش من حد حاجه، بل هو كما ولدته ايه؟ امال المنهج اللي جه ده ايه؟ اللي جه بقى ده من المصدر الايه؟ العالي. طب فكيف تفضل من مصدره البشر سماعا ورؤيا على من مصدره الله خلقا واذاعا؟ ما يبقاش ابدا، يبقى هو ده اللي كده. يبقى اذا الاميه شرف له ولا لا؟ ولذلك برضو والذي بعث في الأم وأمته، اللي جه فيها رسول برضو أمة أمية، والذي بعث في الأميين. ليه؟ عشان الأمة الأمية دي اللي كانت بترعى الشاة، وكانت بتتبع مواطن الكلى، واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمة وينصبها في أي حتة، ما فيش له لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجة من دي قبل. وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا، ويعملوا بقى. اقول لك، قال لك لو كانش دول امه اميه كانوا الناس يقولوا ده قفزه حضاريه. قفزه ايه؟ لا يا اخويا مش حضاريه ولا حاجه، ده امه ايه؟ امه بدو، امه شاه، امه رحله ما عندهاش. فاذا جاءوا بنظام يغلب حضاره المشرق في
في فارس وحضارة المغرب في روما، يبقى ده دليل على أن إيه؟ أنهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق سبحانه. إذن فالأمية في أمته، والأمية فيه إيه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه، تسامي بمصدر إيه؟ بمصدر علمه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك الواحد يتعجب كما قلنا سابقا في أن الرسول ينزل عليه النجم من القرآن، نجم يعني حصة نزلت على الوحي قالوا كده ونزل ربع سورة أو النجم، فحين يسر عن رسول الله يقولها لقومه فيكتبونها ويحفظونها، وبعد ذلك يتلوها هو في الصلاة، فيتلوها كما ايه؟ كما كتبوها. هاتي اي عظيم او اي خطيب وقول له اخطب كده خطبة، وقف اخطب، وبعد ذلك يبقى اقول له عدها تاني، لازم يزود يا ينقص يا يقف. لكن ده يجي في الصلاة ويقول له حطوا الآية في الحتة الفلانية، والآية دي في الحتة الفلانية، والآية دي في الحتة الفلانية، وبعدين يقرأ الآيات بالتعديلات التي وردت، يبقى ده دليل على إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى، يبقى العملية ما حدش يقول فيها أبدا إيه. وإحنا قلنا إنك أنت تيجي في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة وبعد ذلك يفصلها من بعضها كده، يجيب دي هنا ودي يبدي بلام وده من غير لام، والمعنى واحد ودي أول ودي آخر، تبقى تيجي إزاي دي؟ تبقى تيجي إزاي؟ لازم سنقرئك فلا إيه؟ فلا تنسى. وبعد ذلك الأمية مشهود له بها حتى من خصومه، لأنهم شايفين. ولذلك رسول من أنفسكم، ما جبتلكوش واحد غريب عنكم تقولوا ده جاي متعلم بقى وجاي، لقاه كان في وسطكم وعارفين كل حركة فيه، لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابه، وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأيضا ما جلستش إلى معلم، يبقى لا قرأت ولا جلست لمين؟ لمعلم. ولا غبت غابة نقول ده راح في رحلة وطلب العلم وجيه ومش عارف إيه، لا أبدا، حاجاته محصورة ومعروفة ولا لا، يبقى بده يحرس الإيه؟ الأمية، عشان يثبت أن ما جاء به جاء به من عند مين؟ من عند ربه. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. بقى بالله ما كانش القرآن الذين يجدوا، الذين يجدون نعته في كتبهم، لا قال لك يجدونه، أكنه يجدوه نفسه يجدوه. ليه؟ لأنه مكتوب بأوصافه كأنها صورة قلمية، صورة قلمية تخليك تتخيله كده وتعرفه من هذا. الذين يجدونه إيه؟ أما قالش الذين يجدون نعته، الذين يجدون صفاته، إنما قال إيه؟ يجدونه. وبعدين واحد يقول يجدونه هو حيبقى في الكتاب، قال لك لا، يجدونه بس مكتوب، لكنها صورة إيه؟ صورة معبرة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله، طب معرفة أبنائهم معروف إن ده ابنه بصورته بشكله مش عارف إيه، كأنه هو موصوف بصفة بصورة إيه؟ صورة قلمية تدي إيه؟ تدي شخصه بحيث لا إيه؟ ولذلك ابن سلام يقول والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى يجدونه لها تعبير ولا لا؟ يجدونه. ولذلك هناك في السفر مثلا الايه؟ السفر الخامس، شوف مثلا في التوراة لما الحق سبحانه وتعالى يقول لهم في سفر التوراة سأقيم لهم نبيا من اخوتهم مثلك، يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. اجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما أوصيته به. مش كلمة أجعله كلامه في إيه؟ في فيه، يعني كأنه لما ينزل ربنا اللي بإيه؟ ربنا بذلك كله قال الله، قال الله،
طب الرسل الاخر، الرسل الاخر كان بيدي لهم المعنى وهم يصغوه من ايه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الايه في الانجيل، حينما يتكلم السيد المسيح صلى عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واعطيكم فارقليط، يعني مبلغ عنه اخر يكون معكم الى اخر الدهر كله. يكون معكم الى اخر الدهر كله، يعني ما فيش رسول هيجي ايه، ما فيش رسول هيجي ايه، ما فيش رسول هيجي بعد. ولذلك يقول ايضا في سفر اخر، انا ساذهب وسيرسل اليكم فارقليط، يعني مبلغ عن الله اخر لا يتكلم من قبل نفسه، لا يتكلم من قبل، يعني ما ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون إلى أن تقوم الساعة ويحمدني ويشهد لي. كل دي يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده امر منطقي ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما يعرض في المدينه على اهل الكتاب انه جاي رسول وايته كذا ومعجزاته كذا، يبقى يريد ان يثبت لهم انه صادق ولا انه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم ان في القوم في المدينه اهل كتاب، ومعنى اهل كتاب يعني قارين التوراه وقارين الايه؟ العهد القديم والايه؟ والجديد. أيقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله، طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجة. يبقى ده الكلام ده ايه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا ما دام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم، يبقى لازم تكون الحقيقة دي ايه؟ موجودة. وإلا كانت تبقى دي أول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقول يا أخوة، بيقول يجدونه مكتوبا عندهم، طب ما احنا عندنا التوراة والإنجيل ما فيش فيها مثلا حاجة عندي، يقوم يصدقوه ولا ما يصدقوش؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال، يعرفوا أن الذي أخبره بأنها موجودة يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق، بدليل أن قوما منهم إيه؟ أسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف عبارة القرآن. طب الخطاب هنا لليهود، وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ده كلام صح. طب وفي الإنجيل؟ ده ما كانش لسه جه الإنجيل، ده هو بيكلم الجماعة دي، ما كانش إيه جه الإيه الإنجيل. أم قال لك أوه، سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الإنجيل، وشمل أيضا الذين يتعرضون له بعد نزول الإنجيل، ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى أخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر، يعني الطباع السليمة تعتبر أن هذا إيه؟ منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه، مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة، كل دي يحرمها. وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك ايه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه؟ على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه؟ كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لأنكم اعتديتم، فلما اعتديتم وأخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما أحله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحومهم. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم. الإسر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه. وهذه الآية برضو يعمل عنهم إيه الإصر بتاعهم. يبقى ما هو الإصر هنا؟ الشيء الشاق، الشيء الشاق على الإيه، على المكلف. الرسول جه عشان إيه؟ يحمل هذه الإيه المش. قال لك طيب وإيه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ أم قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها أن يقتل التائب نفسه، وأن النجاسة إذا أصابت شيئا منه لا تطهر إلا بقرض. إن وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها الإيه. بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ولا خطأ ما فيش فيه دية قصاص. الله، ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه اي حاجه، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الايه، هذه الايه المشقات، ويضع عنهم اسرهم. والاسر برضو الايه التكاليف الايه الشقه. قلنا الاسر التكاليف الايه الشقه. ويضع عنهم والأغلال التي كانت عليهم. الله، أغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد إلى العنق هكذا، لما تأخذ اليد إلى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل إيه؟ يقل إنتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الإنتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي بالرسول اللي فيه هذه أوصافه اللي هو إيه، كم وصفه؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في إيه، في التوراة والإيه والإنجيل، يأمرهم بالإيه بالمعروف وينهاهم عن الايه، ويعمل ايه كمان ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بايه بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه أن يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. أم قال إيه؟ وينصروه. يبقى عزروه إيه ونصروه، يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الإيه الضار، ونصروه جابوا له الشيء الإيه، جابوا له الشيء الإيه النافع. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إحنا قلنا النور هو في الأصل ما به ترى الأشياء، ونحن نعرفه في المحسات. إذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لأن علشان تشوف أي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه إلى عينك. كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون أن الرؤية انتقال من أشعة العين إلى المرئي، يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين إلى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ، لو أن الشعاع يخرج من العين إلى المرئي كان المرئي إذا كان في ظلمة وأنت في نور كنت تشوفه، لكن ده إذا كان المرئي في نور وأنت في ظلمة تقوم تشوف المرئي. يبقى دليل على أن الشعاع جاي منين؟ الشعاع جاي من المرء إلى مين؟
الى. طب الشعاع ما دام جاي تعرف الشعاع اللي اذا كان في نور ولا مش في نور؟ لازم يبقى في ايه؟ يبقى النور ده امر حسي كما قلنا سابقا ينجيني من المعاطب. المعاطب يعني الاشياء اللي ايه؟ اللي تنلني بالعطب. قال لك تنلني بالعطب بانها تضرنش. او انا ضرها. ام قال لك ما انت اذا ضريتها هتبقى انت انضريت. افرض انك انت ماشي بالليل في الظلام في الشقه وبعد ذلك وقعت الترابيزه على المش عارف ايه، تبقى اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ تبقى العطب راح لمين؟ وبرضه ليك انت. ولذلك احنا قلنا النور بنعمله علشان ما اصطدمش بالاشياء، فان كنت قويا عنها حطمتها وان كانت اقوى مني حطمتني، ولكن ضررها في كل شيء عائد الى من؟ عائد على ايه؟ علي. يبقى مدام هذا هو النور الحسي، ومدام ده نور حسي شبه الحق سبحانه وتعالى المنهج السماوي بالنور الحسي، زي ما في الحسيات بتشوفوا النور فيمنعكم من ان تكسروا الاشياء او تكسركم الاشياء، كذلك في المعنويات ينزل المنهج من الايه؟ السماء. يقول لك ده ايه؟ اوعى يحصل منك ضرر للغير او يحصل من الغير ضرر ضرر لك. يبقى سماء. ولذلك يقول من الظلمات الى الايه؟ الى النور. يبقى النور الحسي امره معروف، وامر معروف الكل يشهد به. لا، هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستويش. الظل ولا الحرور؟ يستوي الاحياء ولا الاموات؟ ما يستويش. اذن فالنور في المحسات امر واضح. واحنا كنا قلنا زمان يجب علينا ان نعتبر اعتبارا اخر، وهو اننا اذا شملتنا الظلمه كل واحد ينير لذاته ولنفسه على مقدار قوته وطاقته، مش كده؟ واحد يقولنا يدور لمضة نمرة خمسة، واحد ما عندوش لمضة نمرة خمسة كمان يقوم يدور الايه؟ الصاروخ، لمضة بتاعت الفلاحين دي الصاروخ. طب واحد راقي شوية يقوم يجيبها لمضة نمرة عشرة او نمرة خمستاشر، واحد يجيب كلوب، واحد يجيب مثلا النور الكهرباء العادي، واحد يجيب ايه؟ فلوريس، ده اللي بيسموه ايه؟ الله. اذا كل واحد ان شملتنا الظلمة ينير لنفسه على قدر ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله انرنا لنفسنا كده وبعد ذلك شفنا القرية، الناس الغلابة ايدين مسرجة، والناس المتوسطين ايدين لمرة نمرة خمسة، وشيخ البلد ايد نمرة نمرة عشرة، والعمدة جايب ايه؟ كلوب، والمأمور مدخل الايه؟ النور. الله 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 الله. والمدير جايب ايه؟ فلوريست ولا نجفة؟ الله. اذا كل واحد منا ينير على ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله اذا اشرقت الشمس، ماذا يكون؟ كلنا انطف نورنا. فاذا كان ذلك في النور الحسي فخذوه ايضا في النور المعنوي. ما شاء الله. فالذين آمنوا به وعز الإيمان، بس مش كده، لازم له وظيفة تمنع عنه الضرر وتنصره وتتبع النور الذي أنزل معه. ما هو في واحد يعمل ايه؟ يشوف حد بيعتدي على حد يمنعه من الاعتداء عليه، انما ما يعملوش اثر نفعي، ما يجيبلوش حاجة كده ويدهان. وفي واحد يعمل له دي ويعمل له دي انما ما يسمعش كلامه. يبقى احنا عايزين ايه؟ آمنوا به وعزروه، أي منعوا الضرر الواقع من الغير عليه، ونصروه جلبوا له إيه، وبعدين انتفعوا هم بالنور الذي أنزل إيه؟ إنما النور الذي أنزل معه. طيب أنزل معه يعني معيته للرسول، يبقى لازم الرسول يبقى موجود ويبقى أنزل معه؟ أم قال لك لا، هذا حياته في حياته. وبعدين الرسول قال لك بقى إيه؟ تركت فيكم. يبقى ده الايه؟ ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب؟ قال له ايمان الملائكة.
قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون. ده وياه ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله. قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون. قالوا نحن يا رسول الله. احنا بقى اللي اعجب في الايمان. قال انا فيكم فكيف لا تؤمنون. يبقى اذن اي الايمان اعجب ما جاتش لا في الملائكة ولا في الانبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال انهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده ولا شفنا النبي ولا عمل أبدا أي حاجة. قال لك هم دول اللي إيمانهم عجيب. ليه؟ أم قال لك لأن هو جاب لكل حاجة حجة تمنعها. الملائكة عند ربهم ليه ما يؤمنوش؟ هم عند ربنا والأنبياء بيوحى إليهم وأنا فيكم. طب ما أنا فيكم دي بالله ما بنشوفش واحد في ناس ولا ادعى نبوة ولا حاجة إنما يبقى محترم ومرعي الجانب ومسموع الكلمة. ما يمكن خلقه يمكن سمته يمكن أدبه في التناول. إنما دي مش موجود عندنا دلوقتي إلا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى ده العجيب ولا لا؟ هذا أعجب الإيه؟ إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. أولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون الظافرون بالمراد الممنوعون من العذاب المحظوظون بالثواب. هم دول الايه المفلح. تجد ان عبارة المفلح والفلاح دي كلها مأخوذة من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون مش كده قال افلح. طب مش معنى جاب المادة دي فلح؟ ام قال لك لان العملية دي كل واحد بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شويه ايه مش حط شويه بذر وبعدين يلتفت يلاقي ايه الله. اذا هذه عمليه الفلاح قدامكم اهي قدامكم. فاذا كانت الارض تعطي الذي يعمل فيها ثمره اضعاف ما اعطاه من بذره يبقى الذي خلق الارض يصنع ماذا؟ يبقى لازم ايه. ولذلك لما يقول لك ايه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه حبه انبتت سبعه في كل سنبله ابقى والله يضاعفه. بقى اذا كانت الارض بتدي لها حبه بتديك سبع سنابل وكل سنبله فيها ايه. اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي هذا العطاء فاذا اعطاك الله على الحسنه بسبعمية يبقى امر مش ايه امر مش عجيب. يبقى أولئك هم المفلحون أعطاها في الصورة الحسية التي إيه التي نراها في عملية الإيه في عملية الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.